مرحبا. عسلامة. نتعرف عليك. عزيبي عايشة. مدام عزيبي، اليوم نحكيه على علاقة الأم بنتها. مسيتني في حاجة ما تتخيلش، معناتها نومي ديجا مازالت كي توفيت الله يرحمها. هي كانت أمي، من بعديك ولدت اعتبارها أنا أمها بالحق. ولدت اعتبارها بنتي. أنا ندوش، أنا نبدل، أنا نعمل بنتي بنتي. معناتها نحس حاجة من بدني تنحات. أنا تومي عندها 20 يوم، ماتت لو 22 جانفي. نتمنى الرحمة ساعة. كنت راقدة، هي مريضة معناتها، مرضت برشا وكل شيء. فينالمون معناتها رقدت كما ترقدت بها جمعتين في ليرجونس مونجي سليم. ماتت لي في لحظة معناتها، هكا مشيت هكا داخلة معناتها باش نعدي الفرملي، ونجيت لقيتها أمي. الحمد لله شهدت وحدت، عملت أمي مدرسة. أمي أنا بنت رجل، أمي بكاوا عليها اعتبارها أمهم. ناس جاتها من كل بلاصة، وناس ترحم عليها لتوا، عبيد ما تعرفيش بكيت عليها. بالحق معناتها أمي حتى كي تحكي معايا حتى قبلها بيش نقولها ما سمعتكش، تقول لي هذاك صوتي. معناتها أنا نتكلم في كلام راهو صحيح، تو كان عبيد باش تفرجيتها نقول لك راهي عايشة صحيحة. نتمنى باش ربي يصبرني ويصبر خويا ويصبر الناس اللي تحبها. أما أمي مدرسة، مدرسة في التربية، في الأخلاق، عاقلة، سيسة، تشبك، تترز، تخيط، تحب الضحكة، تحب اللعبة، تحب القهوة العربية هكا في صحن وفنجيل. الحمد لله يا ربي. نتمنى حاجة، لا عندها فتنة، لا عندها تعاود كلام، لا معناتها مدرسة. أمي أمي بنت بلاد ومدرسة. وتوا أنا ما نحبش نقول راجل، أمي نقول بابا، خاطر هو بالحق بابا. نحسوا حاجة من بدني، نتمنى من ربي، وإن شاء الله ربي أنا ليش فيني فيه، إن شاء الله ربي يفضله عمك، إن شاء الله ربي يفضله بالحق. قديش عايشة معاها رجل أمك؟ أمي تو 35 سنة، ما أنت 10 10 35 سنة. أنا بالنسبة لي أنا بابا. بابا توفى بكري؟ يرحمه. أما نعم؟ بوك توفى بكري معناها؟ لا بابا توفى بكري الله يرحمه. حتى بابا ريتو بابا بيان تور يعمل 50 سنة. بابا قش علي عامات عنده شهر. التوا في كرتاج الناس ترحم علي اعتبار عنده شهر. تلمون زاد هو ناس طيبة بالحق، ناس طيبة الحمد لله. معناتها هما طيبوني طيبات، معناتها ربي يجمعهم. وحتى توا زاد بابا اعتبار معناتها مكي زاد طيب، معناتها ربي يفضله وربي. شنو تعلمت منها امك؟ احكي لي عليها. اجا نقول لك انا مش فرط طبيعة، انا وامي انا نرفوزية. امي سيسة. انا بحكم الضغط نتاع الحياة وستريس وخدمة وبطلت الخدمة وليت معناتها مانيش خايبة ومانيش توب باهية. باهية ما نظلمش، ما نتعديش على الناس. ما اما ما تعلمت منها مثال ما يخزى بالخاطر، نهدي نفوس، ما نعاودش الكلام، اي نعدي حاجات، تجي حاجات نولي نحبش ندافع على روحي، ديك تكذب علي ما تفهم حاجات. امي بار كونتر لي، امي يرحمها كيفاش كان تتوجع وما تتوجعش، يتوجعها تبكي. نقول لها امي انا فما كلمات تقولهم لي، تقولي انا نعطي بالقفي وربي يرد الكفي، انا نعطي بكتفي وربي هو اللي كيفي. نقول لها يا امي اش معناتها؟ تقولي ما انت ما تخلصش انت، خلي ربي يخلص يا اخي. فما ربي، فما مليكه، فما ما تخلصش، خلاص ربي يخي. ديما ذيك هي كلمة تقولي انا نعطي بكتفي وربي اللي كيفي، انا نعطي بالقفي وربي يرد الكفي. معناتها ما انا قلت لك امي مدرسه. شنو تفكر منها تو؟ وهي باش تتنسى حتى باش تفكر. اعطيني تفاصيل هكا. كل شيء. امي هكا اقصر مني شويه، عينيها كبار، وجهها قلب لوز، شعرها ارتب، محليها انيقه، تحب النظافه. مادام تحب القهوه تحب انيقه. تحب قهوه عربي في فنجان وصحن. تمدلها امي يرحمها قهوه فنجان بصحن ما تشربش. قولك تبقى تبقى لي حوايجي وهكا فينو. هاو هذوما زوز اخوات تما. ما برغم ما نلبسش، ما نحبش عندي، اما ما نحبش ما نعرفش. باش تقعد كل لحظه تفكرها. كل لحظه حتى كنا بدري نتفكرها. حسيت حاجه وجيعه، حاجه بالحق
نتمنى هو باش نقول انا لا يشفي مو من يسكن باش تذوقها، اما ما لقيت ليش تفسير، حاجه تحرق، حاجه طيب فرق حاجه، اما ربي نتمنى من ربي يرزق الصبر، ربي هو ربي عظمها سمي مصيبه، ربي صبرني على قدم حبتها، وربي يجعلني ان شاء الله من الذريه الباره من الولد الصالح اللي يدعو له، وربي يصبر خويا خاطر خويا معناتها ان شاء الله متعلق بها برشا يحبها برشا، هو راجل ما يظهرش اما في متم يظهر كل شيء، تحسه قوي اما ضعف في متم خويا يكره السبيطارات، تروح السبيطار امي كل يوم يجيها، هي مش مزيه، نتمنى الصبر من عند ربي، وكل واحد امه توفيت ولا ابوه ربي يصبره، لان بابا متخليني صغيره لتو نقولوا رحمه بابا. من كلمات تومي نحس ان جوانحي تقصت، فمي تهد، كرومتي تنحات، اما ديك حق مهما كان عمرها الام لو كان يبدا عمرها 180 200 وكان عمرها 1000 سنه نزب سنيه، ما نتمنى معناتها الحمد لله تو انا كبيره من مانيش معرسه، ما عنديش ولي خديش راجل باش نقعد ليا بامي، ما وما عنديش اختي راهو عندي ولاد راجل امي معتبرها اخوتي ربي يهنيهم، حسوا على الام يعتبرها امهم، هي مش امهم اما حسوا عليها تشوي وتشوي عايشين اون فامي الحمد لله يا ربي، ربي باقي الستر وخيين، ما تقولش مرت بو ما تقولش مرت بو يحبوها يموتوا عليها كيما يشيو البو يشيو الام يديرون شليك الجبه انا كيف كيف ما عنديش بيفرق معناتها نتمنى اللي حي واحد باش يرحم على امي وعلى ام سيدنا محمد، والله لا يشفي حد بالحق، الله لا يشفي حد الله يرحمها. اليوم شنو تقول ممكن للبنات اللي مش عارفين قيمه امهاتهم تعاند امها وفي كل شيء في حياتها اليوميه؟ والله يعجبني سؤالك، انا توا نقول كما تودين تودين، راك بقد ما تعمل وقد ما تعمل نهار تموت امك باش تحس روحك ما سمعتش بيه وما وفرت ليش حقها، ردوا بالكم راهو ربي يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، اتونسيون راك ما تعرفش كيفاش يتعرض لك، انا امي قبل ما تبكي 3 ايام تعمل لي تبوس فيا، قول امي شنو تحب؟ نحبك انت قتي راضي عليك دنيا واخي راك ونتقبل تربى، انا ديجا عندي فيديوهات معناتها مصوره امي معناتها كل شيء، انا مش باش نحب انا اللي امي راضي عليا، شو نحب شو نحب انا امي، قلت لهم امي ميت ام تطلب سماح من بنتها، تقول لي يا عائشه سام اجلك سامحني، قولي يا امي سمي شو اجلك سامحني، خلينا عملنا عليك مزيه، تقول لك ضحت على خاطري، نضحي على خاطرها وحتى على اي واحد يستحق نضحي. مساج اخير للشباب اللي مش فاهم قيمه الوالدين، حطوا والديكم في عينيكم، وجاب بتاع توا ديجا هما ما يعرفوش قيمة الأمومة، خاطر عايشين في الشارع، عايشين في الروضة، هذيك علاش طلع النقص الحن، صغير مسكين يخرج معناتها للروضة، يروح في الليل مع أمه، كو اللي يقرأ، دونك ما عادش فما معناتها كونتاكت بالكدا ما بين الصغير والأم، فهمتني؟ ردوا بالكم خاطر برشا أمهات تستحفظ على أولادها، تكش عليها باش تخرج تأثر باش تعمل شنيا، قول لهم ردوا بالكم خاطر راهو ما جاش هي تخاف عليك. كما تنسخ تعرف شنو فما وراء هذاك، ردوا بالكم اللي عنده ام واللي عنده بو يحطهم في عينيه خاطر ما يتعوضوش، راجل يتعوض، الصغير يتعوض، والديك واخوك واختك ما يتعوضوش. شكرا شكرا، تفضل.